الاخبار 23 نعلمك كورونا في نقطه واحد راهي بان الدخان في غاب الدوله قسم تفرقه رجيه 5 على 5 رانا متوجهين مباشره 5 على 5 بعد البلاغ الذي تلقته مصالح الغابات بولاية البويرة من طرف برج المراقبة التابع لها والذي مفاده تصاعد الدخان من وسط غابة الريش، سارعت الفرقة المختصة إلى المكان المحدد. هاو الدخان هي راك تشوف فيه، هاو يطلع الدخان، ها راك تشوف فيه وراه يطلع. أعوان الغابات بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية تمكنوا من إطفاء الحريق وتوقيف الشخص الذي كان وراء إضرام النار، تدخل هو الثاني من نوعه في ظرف يوم واحد. اسمح لي اخويا اسمح لي، شحال تعطل هذه الجريمة تعاقب عليها القانون، شحال تعطل شحال تعطل، ما على باليش بلي تدخل لي الغابة ما فوقتلاش. أثناء عملية إخماد حريق الغابات في اثنين مناطق، واحد في بويرة والثانية في بلدية تلمس وبلدية المقراني، تم ضبط شخصين متلبسين بجرم حرق الغابات وتم الاستنجاد بمصالح الدرك الوطني وتم توقيف هذين الشخصين وتحويلهما للعدالة. تجدر الإشارة بأن مصالح الغابات مع بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني والمصالح البلدية وتحت إشراف السلطات الولائية تسهر على حماية الثروة الغابية من هذه التصرفات المخربة. تم إخماد حريقين بالبويرة وبفضل التدخل السريع والمحكم لمصالح الحماية المدنية وأعوان محافظة الغابات تم إخماده ومنع انتشاره إلى باقي الغابة. حرائق الغابات ظاهرة أضحى تعرف استفحالا مع بداية كل صيف وخاصة قبيل عيد الأضحى، اعتداء أصبح يصنف ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون. حرق الغابة جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن كان داخل الغابة أو خارج الغابة عن بعد 1 كيلومتر حسب المرسوم الرئاسي 87-44 المادة رقم 2 رقم 9 رقم 10 رقم 11 رقم 12. حرائق الغابات جريمة في حق الإنسان والبيئة، حرائق يتم إشعالها بقصد أو من غير قصد، فمعظم النار من مستصغر الشرر. من وسط غابة الريش بولاية البويرة، راسلكم ياسين بونجاب إلى قناة البلاد.